خلينا نقول ان مواجهه الدور الاول، انما دي صفاره محمد عادل. نسيب الارقام والحكايات مع المباراه والمواجهه المرتقبه. الاهداف اللي سجلوها الموسم الحالي 42 جون. تلعب الكره على طول عند شلبي من الطرف الشمال، مصطفى شلبي يعدي انما هياخد منها فاول. انطلاق المباراه ضربه حره من مكان حلو، تتلعب جامده داخل منطقه خطيره خطيره مش ممكن. انما احمد سامي ناصر منسي والفرقتين لعبوا بعدها لقاء في الدوري. الزمالك فاز على الداخليه 2-1 وخساره فريق بيراميدز امام الاهلي. ادي الشناوي، الشناوي كره صعبه انما يحطها على جنب، اختبار صعب ليه، الراجل مضغوط. عن التشكيله اللي بدات في لقاء الدور الاول اللي انتهى 2-2، عبد الله السعيد يقطع تاني، عبد الله هيلعبها هناك في الطرف اليمين خطيره، نيمار يعدي انما وقف قدامه محمد حمدي ويعطل الهجمه. ادي سيد نيمار اللي هيشتغل النهارده جناح من الجبهه للتكتين او في اللقاءين. ادي محمد حمدي يرجع تاني عند مهند لاشين، يسقطها لمحمد حمدي في ظهر عمر جابر، يلحقها بعرضيه خطيره مش ممكن. انما خطا من محمد مجدي، خطا من محمد مجدي وهدف التقدم بعرضيه اتعملت من محمد حمدي، ولكن محمد مجدي جوه ال 18 هو اللي يكمل ويبقى هدف التقدم. انما دي الكره بدايتها مهند لاشين شالها حلو قوي يا ولد يا لعيب، وقلت عملها في ظهر عمر جابر وعملها عرضيه بسوني في غرفه الفار. هل هيرجع كده في لعبه محمد حمدي؟ هنشوف. ناصر ماهر اول مره يظهر من وسط ملعبه، انما مقطوعه مره ثانيه. احمد فتحي قدام ال 18 عند فخر لقاي في منتهى الخطوره، لسه فتحي شيل عرضيه انما يطلع ثاني من على القائم القريب. برافو يا ولد يا لعيب، المره دي اتعامل كويس. احمد مجدي فيها وتطلع الكره بره. انما وصدام قوي من صدامات دوري 2023 2024، ولقاء وتقول لقاء القمه، لقاء قمه، لان نادي الزمالك واحد من قطبي الكره المصريه امام الفريق والمنافس اللدود. ادي اللعبه اهي، الصدام قوي واصبحت لقاءات بيراميدز مع الاهلي والزمالك لقاءات قمه، لان هو اللي بينافس في الخمس سنين الاخيره وبيهدد عرش البطولات. عادل تحت في اول لقاءاته، عنده ان شاء الله لقاء مع اوزبكستان بكره ان شاء الله اللقاء الثاني. تلعب الكره ثاني عند سيد نيمار، نيمار هيعدي ويلعب العرضيه، انما اسامه جلال تدخل دفاعي ركنيه لنادي الزمالك. يلعب مصطفى فتحي جامده خطيره قدام الست يارده، تسديده ممشي الحكم قال كمل العب مفيش اي حاجه، تسديده من احمد سامي اللي كان طالع. محمود الشناوي طلع تاني سيد نيمار، انما تخبط الكوره وياخدها مصطفى فتحي، مصطفى يشيل عرضيه في الناحيه العكسيه عمر جابر، عمر انما يصطادها محمد حمدي ويسيبها لزلاكه، تسديده جامده من زلاكه، تسديده جامده هي بعيده وعاليه، انما جرب الراجل ومنسي وشلبي انما يقدروا يفكوا ويطلعوا لقدام. تمريره اماميه تاني في اتجاه فخر لقاي يا ولد يا لعيب، يلف حلو قوي انما يقطعها دونجا زي ما قلنا. برافو يا ولد للقاي، برافو يا دونجا. بيتكلم مع ناصر منسي وجماهير نادي الزمالك الكبيره اللي بتحضر في كل اللقاءات واحنا بنتكلم. النهارده موجود على الدكه عمر عبد العزيز برضو حارس صغير بديل للشناوي، يطلع الناحيه الثانيه احمد الشناوي طلع بدماغه، برافو يا ولد يا لعيب، لم كويس قوي ورا، مجهود زلاكه في الملعب. انما قلنا اهم حاجه للعيبة الخط الامامي النهايات، نهايات التسجيل والتهديف. ادي تمريره فخر لقاي يلعب لوليد الكارتي اللي اقتحم ال 18 وليد الكارتي، انما معاوي يتعامل في وسط الملعب. ناصر ماهر يرجع تاني، ناصر ماهر لعبد الله السعيد، نقلتين للخلف تماما عند الزناري مصطفى الزناري، ما قدرش برضه لعيبة نادي الزمالك ان هم يفكوا شويه ويطلعوا لقدام. عبد الله السعيد، عبد الله لمصطفى شلبي، ادي 3 4 5 ابيض قدام ال 18، عبد الله خد حلو خطيره خطيره، جول 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 يا ولد يا لعيب على التمريره، ومصطفى شلبي هدف التقدم. لسه بقول لعيبه نادي الزمالك مش قادرين يفكوا لقدام، رد عليا عبد الله السعيد بتمريره ايه؟ بلسم 1-0 عن طريق مصطفى شلبي مع الدقيقه 35. الزمالك يفرض كلمته الهجوميه على فريق بيراميدز بهدف ليه مصطفى شلبي بتمريره سحريه. هنشوف تمريره عبد الله السعيد، هي دي الحته اللي بنتكلم عليها، ادوار عبد الله السعيد، ادوار ناصر ماهر في منطقة وسط الملعب اللي يوصلوا بقى سواء ناصر منسي أو مصطفى شلبي في صندوق و18 الشناوي. 1-0 وادي هوت مصطفى ويحضر برابع أهدافه في الدوري، إنما البداية يا ولد أدي التمريرة هات وخد إيه؟ منتهى مش تمريرة دي، حتة بسبوسة، حتة بسبوسة، بص كده مصطفى شلبي عمل هات وخد مع عبد الله سعيد، أدي خد وهات، وادي الجون يا ولد يا لعيب، حطها له هناك
في الركن البعيد الهادي. يا ولد يا شلبي، 1-0 جابها اليمين فتحي وفتحي، انما فخر لقاي عرضيه على الارض، تدخل دفاعي يا ولد، برافو يا ولد. مصطفى الزناري كان بيلعب فخر لقاي تحت الفيرويد، ادي عرضيه خطيره خطيره اللي فاتت، عرضيه وزلاكة يا ولد يا لعيب. اول عرضيه نشوفها من زلاكة، منتهى الجمال والروعه، ضربه راس، بص الراجل بجنب دماغه، كانت هتبقى صعبه صعبه على محمود الشناوي، وتخبط وتطلع بره في فقره هجوميه مؤثره. هو اللعيب الوحيد اللي بيلعب يا زلاكة ويلعب لعمر جابر، عمر طويله اماميه عند سيد نيمار، جابها اليمين ما اشتغلتش كتير، ادي نيمار يلعب عرضيه لناصر منسي، ناصر لسه هيلف، ناصر منسي هيجي له حد يسند عليه، عبد الله السعيد، تسديده خطيره بجوار الايه، تسديده من عبد الله السعيد وناصر منسي هنا بعيده عن المرمى. لسه تاني مصطفى شلبي، شلبي لناصر، خطير خطير خطير، انما تسديده من ناصر ماهر، مش ممكن الهجمه اللي فاتت، مش ممكن الهجمه اللي فاتت، ناصر ماهر وفي اقل كده يعني كان الكادر كده ما جابلناش بدايه الهجمه. مهند لاشين اللي مرر بعرض الملعب وضغط كويس قوي، ادي بدايه اللعبه اهو، مصطفى شلبي خطفها من وليد الكارتي وعملها لناصر ماهر، عمل الضغط كويس قوي. احمد فتحي يلعبها لمصطفى فتحي على طول، اول ما نقول احمد فتحي نقول مصطفى فتحي، تسديده انما الشناوي رايح معاها، وتسديده ادي الخمس دقايق، جوزيه جوميز وجهازه المعاون، عبد الله السعيد على المغمض يلعب عند شلبي، مصطفى شلبي انطلاقه، تدخل من وليد الكارتي اللي رجع لورا تحت رقابه مصطفى الزناري، عرضيه خطيره احمد سامي انما يشيلها من تحت لفوق جامده وعاليه، تبقى ضربه مرمى. سامي الدفاع للعيبه، طويله اماميه زلاكه ودخل معاها عمر جابر، هيسيبها عمر بخبره وياخد منها ضربه مرمى، خلاص ثواني في اعتقادي اخر لعبه، وهيطلق صفاره نهايه الشوط الاول محمد عادل. فعلا صفاره نهايه الشوط الاول، تقدم لنادي الزمالك عن طريق مصطفى شلبي على حساب مين؟ مصطفى فتحي، واحد من التبديلات اللي خرجت من الملعب، وفي اعتقادي كمان سحب فخر لقاي دونجا يمررها لاحمد سامي الى بلاتي تورين، تمريره اماميه جامده في اتجاه زلاكه اللي عمل الخطوره. بصحبه بقى حسام عبد المجيد ومحمد شحاته وزياد كمال مع منتخبنا، تسديده من بعيد قوي، حب يجرب 30 متر تقريبا من فخر لقاي اللي قلت يستلم واحده والثانيه يحطها عند محمد حمدي في الجنب الشمال، يلعب عرضيه حلوه يا ولد يا لعيب، ضربه راس حلوه، حلوه العرضيه وحلوه لعبه مروان حمدي، فوقتنا اللي فاتت دي النهارده، هجمه مقطوعه الكوره، تمريره هتعمل مشكله، مصطفى الزناري خطا في التمرير وكان هيضغط فرقته، احمد سامي متحرر وطالع لقدام، يلعبها على الارض حلوه لمحمد حمدي، محمد يشيل عرضيه خطيره تعدي الناحيه الثانيه في منتهى الخطوره، عرضيات محمد حمدي مرتين في منتهى الخطوره، لسه جوه ال 18، فخر لقاي خطير يرجع لورا عند رمضان، انما دفعه وفاول لصالح نبيل بتاع نبيل دونجا في الوقت المناسب، خلص كل المشاكل الدفاعيه. يلعب على طول لفتوح اللي بيشيل عرضيه جوه ال 18، يهيئها ناصر ماهر، 18 بيراميدز لغايه دلوقتي هم اللي حاطين الابيض في وسط ملعبه، ادي تمريره فخر لقاي، هيبدا فخر لقاي عند رمضان صبحي، رمضان يعملها بوش رجله حلوه لمروان حمدي، اتنين مستنيين زلاكه وفخر لقاي جوه ال 18، تسديده جامده انما تخبط، دفاعيه الجيده، يلعب فخر لقاي، يطلع الشناوي عملها بالبوكس، كانت عايزه على جنب ويردها تاني تماس ناصر ماهر، بلاتي توريه بعرض الملعب انما يراها كويس قوي مصطفى شلبي، يا ولد يا لعيب، الى ناصر منسي، هجمه المرتده واحد على واحد، ناصر ماهر، ناصر ناصر، انما معاه اسامه جلال، كانت هجمه في منتهى الخطوره، لعب تاني الفتوح يمرجح الكرة لغايه ما يروحوا في الجبهه اليمين عند عمر جابر، عمر ضم ودخل لجوه بوش رجله، يا ولد يا لعيب، ناصر عرضيه خطيره، مش ممكن خطيره، ما بصش ناصر ماهر، خطيره اللي فاتت دي، انما تتقطع، تدخل دفاعي بشكل جيد من احمد فتوح، تاني ملعوبة تتقطع الكورة، تمريرة بينية يقراها كويس قوي أحمد مجدي، ويدي إيه؟ إدى ركلة جزاء، محمد عادل يدي ركلة جزاء على أحمد مجدي، قرار وفرمان من محمد عادل في الدقيقة 72 بركلة جزاء على أحمد مجدي، لسه بنتكلم
ونقول الايجابيات بتاعه المدافعين، ولكن تهور من احمد مجدي وقله خبره بيراميدز، ركله جزاء ادي اللعبه والبدايه. فخر لقاي وعمل تمريره بينيه قطع اول مره كويس، انما تدخل كده كان لازم يشيل اول مره، انما بذكاء مروان حمدي اهوت الراجل وكمل في الكوره بتاعه احمد مجدي عشان ياخد منها قرار بركله جزاء. يبقى ركله جزاء مع الدقيقه 73. ادي اللعبه قدامنا، وقلنا تهور من احمد مجدي، الحتت بقى دي اللي بتفرق. صاحب الست جوان والشناوي في اول مبارياته الرسميه، لقاي لقاي يحطها جول، جول لبيراميدز. فخر لقاي حطها جامده جامده وصعبه على محمود الشناوي، رغم ان هو راح للكوره الراجل، انما هدف التعادل لفريق بيراميدز عن طريق فخر لقاي. دقيقه 73 تعادل بعد التبديلات اللي عملها يوري تشيتش من بره. من خمس ست دقايق الشكل الهجومي والضغط بقى افضل من الشوط الاول، والايجابيه كمان على مرمى نادي الزمالك، لغايه ما نجحوا ياخدوا من كوره احمد مجدي ضربه جزاء. مروان حمدي البديل اللي اشتغل في الخط الامامي، وبدا فخر لقاي يشتغل من تحته، اللي سجل قدامنا دلوقتي سابع اهدافه في الدوري فخر لقاي. سجل قدام الاسماعيلي وبلديه المحله وسموحه رايح جاي، وقدام الاتحاد وبرده بلديه المحله رايح جاي. اتعادت ضربه الجزاء، ادي مصطفى فتحي وباقي دكه البدلاء، محمد رضا بوبو اللاعب جنبه طبعا. ورد الفعل، قلنا مباراه مهمه النهارده ليه فريق بيراميدز اللي بيصارع على لقب البطوله، الراجل في المقدمه ب 68 نقطه. زحمة، تحس ان الملعب كله كده مايل في جبهة محمد حمدي ورمضان اللي جايله دلوقتي. بدأوا يفكوا شوية اهو، طلع دونجا وزاد لقدام، لعبها خطيرة في العمق، انما يا دوبك يلمسها كده مروان حمدي في منتهى الخطورة. وشكله وخطورته اللي كان موجود بيها قبل الإصابة الطويلة ياخد وقت. ادي تمرير خطيرة خطيرة مروان مروان، انما يطلع يا ولد يا شناوي يا ولد يا شناوي، كان في راي، انما برافو محمود الشناوي. ادي اللعبه وادي التمريره البينيه والتسلل اللي موجود في اللعبه اللي فاتت على مروان حمدي. طلع الشناوي لعب الكره هناك في اتجاه الجزيري، يخطفها اسامه جلال الجزيري، انما يتزحلق محمود عبد العاطي دونجا. كمل تتلعب عند فخر لقاي، يشيل الكوره لمروان حمدي، هجمه في منتهى الخطوره، دربكه وزحمه، يخلص تاني من قدام المنطقه. محمد عاطف خارج ال 11 جوله اللي كانوا في الدوري، وبعيد برضه عن اسم الاسيوطي الاسم القديم، كل ده باسم بيراميدز الاسم الجديد. طلعها على مرتين، خدها على جنب وبعدين يسلم زلاكه، عاوز يعمل مشوار بتمريرتين يوصلوا ل 18 عمر جابر. ادي زلاكه، زلاكه رمضان ولا لقاي؟ لقاي هو اللي خد منه الاولانيه ولعبها له، تتقطع تاني، طلع الدفاع. ده الحوار اللي كان بين الجزيري وقطع محمود دونجا. ماتش زي ده بالقيمه دي قدام فرقه تقيله ومتصدر الدوري، نشوف العرضيه، تلعب العرضيه خطيره، يطلع لفوق مروان، انما لسه الشناوي يطلع بدماغه معاه الزناري، خطيره ودربكه داخل ال 18. الزناري مع ايد محمود الشناوي كده طلعوا الكوره بتاعت مروان، عرضيه ثانيه خطيره مش ممكن، انما الشناوي يا ولد يا لعيب طلعها حلوه. الشناوي لسه بتكلم على محمود الشناوي، ويسند اسامه وتتلعب عرضيه من الطرف اليمين، انما يطلع الدفاع مره ثانيه. رؤى سلم واستلم، بيدور على سيف الدين الجزيري، احمد سامي عاوز يقلب الكوره، عرضيه بدماغه فخر لقاي، المسافه بعيده انما يمسكها كويس قوي. اللعبه بتاعت اسامه جلال، بص ونشن على فخر لقاي ويمسكها الشناوي. دي الكره اللي قبلها، رد فعل كويس قوي من محمود الشناوي، والاقتحام اللي عمله زلاكه بعد ما عدت الكره من فوق دماغ الزناري، الراجل شالها اول مره زي حراس بقى اليد او بيلعب فولي قدام المرمى، شالها كويس اول مرة التانية اهي. دي الكرة اللي كانت قبلها، دماغ ضعف الناحية الدفاعية في تيم بيراميدز النهاردة. ادي انطلاقة، شلبي على الارض، متيابة يمشيها لشيكابالا، عاوز يلعبها له تاني شيكابالا،
لسه عند مصطفى شلبي، خطيره خطيره، شلبي يزق ويدخل، انما ضربه مرمى في النهايه. لرمضان محاولات هجوميه اخيره من بره ال 18 تسديده انما بعيد عن المرمى. كان في انذار للزناري اللي ظهر قدامنا، ده محمد حمدي، جه زلاكه ولاشين، محمد حمدي اتلموا على الراجل، تاني مهند لاشين، مهند يزقها من قدامه جمال متيابه، انما خطيره خطيره، انما الشناوي يا ولد يا شناوي يا ولد يا شناوي، كورتين النهارده منتهى الجمال والروعه، لسه الخطوره موجوده. رمضان بوش رجله الخارجي بيحلق داخل المنطقه، مصطفى شلبي يا ولد يا لعيب، ثقه كبيره، ادي اللعبه تاني جوه ال 18، لسه الخطوره، فخر لقاي، خطيره خطيره، تسديده جامده، خطيره خطيره اللي فاتت برضو، مش ممكن، هجمات عنيفه لفريق بيراميدز مع نهايه المباراه. المصري بتقدم الاهلي هيتساوى مع فريق بيراميدز، ويتبقى للنادي الاهلي فارق 3 مباريات. يوريشيتش بوجود يوسف اسامه نبيه مع اخر 10 دقائق، تلعب تاني عرضيه ملعوبه، ومعاه صفاره نهايه المباراه، تعادل الايجابي 1-1، مباراه مؤجله من الاسبوع رقم 18، بيراميدز في الصداره يوصل ليه.